خاطر الكوميونيكاسيون تاع لابليكاسيون سيمي الفهري الحوار ما يخذا موقف مش ما يخذا استراتيجي انها ما تهبطش حوارات دونك المره القليله انه سيمي يخرج ويعمل في البرومو لانه يحب يعمل البرومو للابليكاسيون هذه كيما تقريبا في شاهد باش تتعدى كاين ما كانش ولا وين انا شي واتش ات وين ليه واتش ناو تي في واتش ناو جديد هذه واتش ناو تي في زاده معموله لبرا باه شنو باش نحكيو اخر شنو باش نتفرجوا باش نحكيو بون باش نتفرجوا على برنامج جديد على وطني اسمه من الزمن حب ملوك فندق المغرب العربي كذا ما عدينيهم حنبال في حنبال باش يكونوا دونك حنحكينا على البلاص على حب ملوك على فندق المغرب العربي لا مازلنا خرجت انا وقت انت تحكيو عدينيهم وقتها شنو وقتها يا ولدي ما حكيناش عليهم ما مش فيك هاي ديما قلنا دونك نهج غاريبالدي وائل بلاس اللي باش يكونوا في قناة التاسعة غاريبالدي 12 حلقة والبلاس 18 حلقة حب ملوك باش يكون على قناة حنبال وقناة النهار الجزائري باش كيتلمدهم تلقى 30 صحيح استراتيجية من قناة التاسعة شفت كيفاش الحب ملوك باش يكون علاش تلقى 30 خاطر رمضان 29 محقة العيد فوالا اي كمل اي كيف كيف دونك قلنا حب الملوك اللي هو باش يكون على قناه حنبال وقناه النهار الجزائريه وكليم نس بكري هذي باش يكون على وطنيه ثانيه يا جماعه كما قلت لكم باش يكون فيه جائزه 2000 دينار هو اخر عمل المرحوم توفيق الغربي فيها اللقاء البحري سامحني البحري سامحني سامحوني سامحوني زلت لسان ونقار دونك كيما مثل شعبي يتمثل وبعد كان المهم فما جائزه كما قلنا 2000 دينار هذه حسب المعلومات اي وفندق المغرب العربي شكون على قناة حنبال اي فوالا خاطر انا نتبع معاك ممثلين من المغرب العربي وانت قاعده تنقز فوالا دونك شنو اخر باش ربي باش تكمل ولا نخرج ولا نكملوا باش نحكي على برنامج جديد انا قعدت خاطر عدينيه البروموات يا جماعه عدينا الفيديوهات باش نحكيكم على البرنامج الجديد اللي عامل بوليميك تويكا اللي في الوطنيه كما قلت لكم اي بشوي احكي شنو الفيديوهات اللي عندينيهم وقتاش في الديجيتال دونك شفنا بابا ما كانوا مع بعضهم دونك البرومويت الحلقه كان يا ما كانش وضح خاطر فما راهو 3000 في الديجيتال وفما برشا يسمعوا فينا دونك نوضحوا لهم راهو البرومويت شفناهم على الديجيتال بالنسبه للبرنامج الحدث اللي نحكيوا عليه اكزاكتومو اللي هو من الزمن الجميل على الوطنيه اللي اسم البرنامج من الزمن الجميل بون انا كنت نعمل لكم شويه سسبانس على التقديم لكن كما قلت انت من تقديم هذا الركبي نسمعوا البرومو نتاع البرنامج قريبا على الوطنية الأولى توحشتوني حتى أنا توحشتكم برشا هلا الركبي تعود للتلفزة التونسية من خلال برنامج من الزمن الجميل لقاءات مع أكبر الفنانين والفنانات في برنامج من الزمن الجميل استنونا في رمضان إن شاء الله على الوطنية الأولى من بين التعليقات اللي جات مثلا أميرة محمد نائب رئيس نقابة الصحفيين تقول في تدوين لها هاوزة من الجميل عند المكلفة بالتسيير غير بن علي مات ولا راهم رجعوا كفاءة التلفزة مقصيين وجماعة يحيى بن علي قاعدة ترجع بقوة برعاية التصرف الرشيد للرئيس والحكومة والمسيرين اللي يعانيوا فيهم دونك ضمت البرنامج تعليق آخر من سمير الوافي أقول في مختصر التدوين متاعو معناها كان مش الفراغ الهائل وتراجع كل ما هو جميل وراقي ورفيع لما تداولنا خبر عودة هيلة في نوع عودتها ان تحققت ماهيش باش تزاحم حتى حد وماهيش بتفك بلاصة حتى حد لكن باش تملأ بعض الفراغ اللي تعيشه التلفزة الوطنية فراغ خليها تستنجد بأرشيف نجاحاتها وتسألها انه هيلة الركبي في الرجوع متاعها باش تكون مواكبة التطورات اللي حصلت ولا شنو رأيكم به معناتها زوز تعليق نرى انه ماذا بينا نخرجوا منشطين من الصراع السياسي معناتها علاش اميره محمد نعرفها انها صحفيه ممتازه وعقله ما هي للركبي ولصقتها في بن علي معناتها انا نتفرج في منشطين في فرنسا ملي بابا صغير هما ينشطوا مش ملي انا صغير معناتها ويقعدوا ينشطوا لاخر وقت ويشدوا في برامجهم ويشدوا غيره دونك هي للركبي ما يهمنيش فيها شنو كانت علاقتها لا بن علي لا بورقيبة مش هذا المهم هي الركبي منشطة الواقع اليوم يقول انه برشا ناس توحشوها منشطة ممتازة كيما معناتها كانت تنافس في نجيب الخطاب كانت في وقت مزيان نهار لحد ولا في سهرات
دونك الناس يفرحوا كي يشوفوا هيلا الركبي. سؤالك مهم، هل باش تمشي مع التكنولوجيا الحديثه ولا كذا؟ هيلا من قبل كانت تتبع وكانت برامجها متطوره معناتها وممتازه ومباشر، كانت بالساعات وقت الوطن تونس 7 كانت تعمل في مباشر معناتها تتنافس مع القنوات العربيه الكل. دونك انا نعتقد انه اغلبيه الناس فرحوا كي سمعوا بامكانيه عودتها للركبي، معناتها اعتقد، ولكن قد تكون الارقام غلطه. اعتقد معناتها اميره محمد تقول عندنا كفاءات وكذا وكذا، ولكن اميره رانا ديما نسمع بجمله عندنا كفاءات وراهمش فوالا، مع نحكيو مش على نشطوا توا، وعندنا كفاءات يستحقوا ينشطوا ما ريناهمش. معناتها اليوم فما 7000 تلفزه في تونس والناس الكل تخدم، واللي يخدموا في برامج صغيره وكبيره وكذا، معناتها كان كفاءه موجوده ان شاء الله يلقى الوقت ويخدم. معناتها هيلا الركبي كي تاخذ 3 سوايع في الجمعه ما نظنش انها باش تنافس، لانه 3 سوايع ويقعدوا 20 ساعه فارغين في التلفزه الوطنيه بخلاف ساعه الاخبار، 20 ساعه فارغين تعدي فيهم اللي تحب. انا شخصيا عمري 30 سنه كي تفرجت على هيلا الركبي تفرج فيها الحقيقه في برامج ترفيهيه وفنانين، ما ريتهاش امين عام تجمع الدستور الديمقراطي، انا في باليش بها هي ممثله بن علي في المحافل الدوليه، هذا مشيره مشيره اخرى، فمش علاش باش فمش علي سبين مأني الراس بين مجاني زمن الجاهلي حتى في البروفا فما ممثلين عملت أرضي وفاء ووعود وفاء بالعود، ولكن مش هذا مشكلتي. أنا نجم نناقش أما حاشم ما نحبش نناقش، بمعنى فما وسائل الإعلام زاد كانت تشكر في بن علي وممكن أنت تخدم فيها ولا ما تخدمش ولا كذا، معناتها لو كان باش نقصيو معناتها، وفما ناس حاولوا يقصيو عام 2011 في الأخر الناس اللي تم إقصاؤهم رجعوا رجعوا يعني أمور الإعلام بالكفاءات، سواء نشكر بن علي ولا شكر بورقيبة ولا شكر النهضة ولا شكر المفروض عليه يجي يقولوا يشكر يشكر على روحه يتعدى ولا معناتها جوستومون كيما قال بلال منوعة ترفيهية هيلا الركبي، معناتها أغلبية الناس يعتبروها مرأة قريبة منهم وقريبة من الناس وما جاتش إلى حد الآن منشطة نجمة تتعوض القيمة العاطفية والمعرفية والعلاقة بين المواطن وهلا الركبي، ما جاوش ناس عوضوا هلا الركبي بصراحة. معناتها حضرت مرة فنسي نحكي على الأقل ليس لدينا منشطة إلى اليوم بقيمة هلا الركبي، معناتها وأعتقد أنه هلا الركبي جاوها عروض من كل تلفزيون تونس ورفضت وما دام رجعت لا هي طامعه في فلوس لا هي طامعه في شهره لا شيء، مشهوره والكل نجرين وراها على حوارات وما تحبش، معناتها هي الركبي امراه محترمه قاعده تخدم. دونك انا شرف للتلفزه الوطنيه الاولى انها تجيبها للركبي ويعطيهم الصحه وانكو ميدياتيك مزيان على الاخر. فوالا اميره محمد عندها موقف تقول لك ناس مظلومين نتفاهموا الموقف، ولكن اميره كان باش نقسموا العالم هكا 80% مليون شتو ما عادش ينشطوا معناها نوفل حسب التقسيم هذايا. ريت مثلا بعد الفانتانك مل اي مناش تخدم في قناه الزيتون ولا اي كرونيكور يخدم في قناه الزيتون اي نحي قبل الثوره اي مناش تخدم في نسمه ولا خدم في حنا بعل ولا خدم نحي، معناها ما نعرفش علاش ديما ناخذوها هكا. هي يعني قلت لك انا نتفكر مره حضرت في شمس الاحد في الجمهور، نتفكر مره وقتها بين المعاهد وكل شيء بين المعاهد تفكر اوكي وقتها ايميسيون فنيه ما ريتش حتى معناها خطاب سياسي في بالعكس انا فرحت كي شفت العوده نتاع مدام هيلا. اون بليس كو سا انا قريت دي ستاتيو حسب ما يقولوا راهي ضيفه، هي ضيفه من ضيوف اما استغلوها عملت البرومو، برشا يقولوا هكا راه برشا قالوا راهي ضيفه ماهيش المقدمه، اما قالوا حسب البرومو اللي تعطى في القناه الوطنيه في البرومو باش حتى في البرومو في الفيديو معناها هي اللي تاخذ الضيوف كيما هشام رستم كيما صحيح. لا سمعتها انا حسن نعاودوا نسمعوا سي الحبيب عندنا البرومو ليه معناتها شوف علاش ما نطلبوش هيلا الركبي لسبب بسيط، هيلا الركبي ما تحبش لا تعمل حوارات لا تجاوب لحد شيء، معناتها يقول قايل احنا مفروض رانا كلمناها انعم نكلموا هيلا الركبي ساعات تجاوبوا 10 مرات لا وما تحبش تظهر في الاعلام وهذا من حقها، ولكن البرومو راهو يدل على انه هيلا الركبي هي اللي باش تقدم ولا. برنامج لحظه نسمعوا مع بعضنا قريبا على الوطنيه الاولى. توحشتوني حتى انا توحشتكم برشا. هلا الركبي تعود للتلفزة التونسية من خلال برنامج من الزمن الجميل، لقاءات مع أكبر الفنانين والفنانات هي باش تقدم في برنامج من الزمن الجميل. لا استنونا في رمضان هي باش تقدم تعود من خلال أي معناتها ولقاءات مع الفنانين معناتها هي باش تقدم هلا الركبي حاجة باهية بالعكس نتصور حتى الفنانين باش يفرحوا برشا معناها ونأكد لك أنا ما فماش ما نتصورش
نتصورش فما ضيف باش يرفض دعوه هلال الركبي. صحيح مستحيل تلقى فنان باش يرفض دعوه هلال الركبي. دونك انا فرحان بعوده هلال الركبي. نتفاهم اميره محمد اللي تحكي على ظروف التلفزه الوطنيه صعبه جدا وكفاءات مش قاعده تخدم، ولكن يظهر لي اميره محمد وانا نحبها برشا الحل المشكل هذا عوده هلال الركبي او عدم عودتها ليس هذا المشكل، وعودتها او عدم عودتها لا يمكن ان تكون الحل. معناتها المشكل كبير برشا وعميق جدا وتاريخي في التلفزة الوطنية، مش شكون رجع شكون ما رجعش. ما هذا في الاخر هيلا ركبي رجعت ما رجعتش، فما ساعات بث فارغة ينجموا يشطوا فيها برشا الناس اذا هما مظلومين. يلا واضح. دونك حاولنا نلخصلكم شنو جا في رمضان. مع العلم احنا باش نكونوا مصباح من 9 حتى نص النهار، بداية من نهار واحد رمضان، معناتها يا اما نهار السبت نهار السبت نبداو والا نهار الاثنين، معناتها احنا من اثنين حتى للسبت نخرجوا ان شاء الله نهار الاثنين. بديت قولوا شو نهار الاثنين من اثنين حتى لسبت، فما برمجة كاملة على راديو ديوان اف ام بشكون برمجة متنوعة فيها برشا منشطين وبرشا حكايات. من السبت حتى الاثنين بشكون معنا ايمان فوالا، دونك تحيه الايمان اللي باش تكون تابعه للكيب نتاعنا. خاطر في رمضان يلزم ترزلنا شويه ايمان، خاطر رمضان وشرف كي بليل وكي رباب، معناتها يلزم ايمان تعاوني باش نحكيو في برشا فقرات، باش نقعدوا في نفس التعليق في نفس الجو في نفس الاخبار في نفس لي كومونتير وبرشا فقرات حلوه. معنا ايمان، معنا سفيان الدهش باش يدور باش يحاول شويه في المرشيات، معنا وليد الزين زاد برشا حكايات وبرشا جو. باش نحاولوا ما نربطوش حتى ستكم ولا حتى مسلسل تشكروهم الكل، كلهم باهين وكلهم يضحكوا وكلهم ما عندناش فقره نتاع نعدي وديزكستري دون تعليق. انت بديت متعلق لا انت بديت علي بلاكس ما عمري انا ليه ولا ما عمري سبيت، وديما نشجعوا الناس باش يتفرجوا في التلفزه ويعاونوا الناس كنت تفرج وان شاء الله يا ربي تتحسن الامور. يلا فاصل وبعد نبداو في شويه العاب وشويه ضحك، هذه ديما لاباس على ديما نفاس. تسمعونا في تونس الكبرى على 92.5